في ظل سهولة انتشار المعلومة سيما على شبكات التواصل الاجتماعي، تعود إلى الواجهة ظاهرة التشهير وما يرافقها من سلوكيات غير أخلاقية تضرب عرض الحائط بالقيم التي تستقر عليها الديمقراطية. موضوع راهن شكل محور نقاش المشاركين في ندوة تحت عنوان التشهير والقضايا الوطنية العادلة من الإكراه إلى الفرصة. يجب أن يكون هناك مرصد لتتبع هذه القضية ولخلق كذلك النقاش حولها ولرصدها ولرصد مدى والإجابة عليها، وكذلك أنه المواكبة ديال الضحايا ديال هذه المسألة. والمسألة الثانية أنه ما يجب القيام به على المستوى القانوني من أجل التعامل معها، ما يجب القيام به مع المنصات الكبرى للتواصل الاجتماعي كذلك من أجل يعني معالجة الظاهرة. طبيعة الحال هذا ناتج على سهولة انتشار المعلومة وسهولة انتشار المعلومة الغير الأخلاقية المتمثلة في القذف والصب والأخبار الزائفة والتشهير بالحياة الخاصة للأشخاص، وتنشوفوا يعني القوة اللي أصبحت تلعبها هذه المواقع الإلكترونية والشبكات التواصل الاجتماعي في نشر الثقافة ديال التشهير والابتزاز سواء في حق الأشخاص أو في حق المؤسسات. لقاء يهدف إلى دراسة وتحليل ظاهرة التشهير وبحث الإمكانيات الكفيلة بحلها، مع التركيز على دور الإعلام في محاربة هذه الإشكالية موازاة مع جهود فعاليات المجتمع المدني في التحسيس بخطورتها. اللقاء شهد كذلك الإعلان عن تأسيس المرصد المغربي لمحاربة التشهير والابتزاز. اليوم يعني واجب على الدول أن تتعاون فيما بينها وأن تطبق يعني المواثيق الدولية التي تنص على أن الحقوق والحريات، هناك تناسب على مستوى الحق والحرية، لأن الحرية يعني عندما لا تناسب الواجب، الحق والواجب أساسيا وضروريا. الحرية لا تعني الاعتداء على حقوق الآخرين، الحرية لا تعني أن تقصف يعني الناس بدون حاسيب ورقيب. تقنين هذا الدائرة فعلا هو تحصيل حاصل، المغرب كغير من الدول قد قننها سواء في إعمالي على مستوى قانون الصحافة وقانون كذلك حماية المعطيات الشخصية وغيرها من المقتضيات القانونية، ولكن هذا أعتبره غير كافي لأن الدائرة تستفحل يوما بعد يوم، وربما هناك عدم استجابة هؤلاء الأشخاص الذين أصبحوا يتعاطون بتواتر وبطريقة متكررة مع التشهير، وهذا التشهير بطبيعة الحال يؤدي كما قلت إلى مآسي جمة. التشهير لم يعد مقتصرا على الأشخاص بل طال مختلف المؤسسات الوطنية والدولية، مما يعجل بتوحيد الجهود لتقنين هذه الظاهرة وحماية مختلف مكونات المجتمع من تداعياتها السلبية الخطيرة.